السلام عليكم متابعي الاوفياء. اليوم واحد البروموسيون في دي طابي اللي ما كاينينش، كاينين غير عند اخ طابي كيف ما كتشوفوا معايا. القياس 1.70 على 2.40. قولي لي شحال الثمن والكاليتي ديال طابي. البامبو اوريجينال يعني البوسيور ديال طابي شارجي ولو نو سيليا، يعني كاين فيهم ربعه البياسات. اليوم غنديروا لهم بيك بروموسيون اللي هي 1000 درهم لا بياس، كانوا 1250 درهم، حاليا 1000 درهم البياسه. مرحبا بالجميع. مرحبا بكم. كيف قال خويا مراد هاد لي موديل هادو يعني ما مطليين شي حاجه اللي كتلقاها يعني في اي بلاصه. هادو قياسهم 1.66 على 2.40، قياس كيف قلنا 1.60 على 2.44 جيوم. تركي في طبيعه الحال لا كاليتي شي حاجه غزاله. لي بيسو غرامتينا، الشعره ديال البامبو 13 ليك تقدري تستعملي حتى جافيل باش تمسحيها. يعني الناس اللي سولوا الكليان اللي سولوا على لي طابي ديال السيجور الروميين، فاليوم يعني غيكون يعني دي طابي لي بروموسيونيل في جميع الانواع ديال الكاليتي ديال الرومي. شوفوا معايا الديزاين، اللهم بارك، يعني طابي راه كدوي على راسها. ولو نو كما قلنا كل كاليتي والثمن ديالها. فمرحبا بالجميع. هذه كما قلنا 1000 درهم، والتوصيل بالنسبه للتوصيل الاخوان كيبقى ب 40 درهم. لا بياس هادو فيهم 1.66 على 2.40، هادو قياس واحد سبيسيال يعني ما فيهمش عبارات اخرى. اللي عنده هاد القياس هذا راه كيدي زربيه لا كاليتي مزيانه اللي كانت كدير واحد الثمن ودابا رخيصه شويه، نقصنا لها في الثمن ديالها. بالنسبه للموديلات راه كثار اليوم ديال رومي، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، يعني كيكونوا موديلات كثار. بالنسبه لهذا الموديل هذا في 1.60 2.30 كتبقى ب 1150 درهم، دونك لا كاليتي والديزاين في هذا اللون هذا. وهاد اللون الثاني ديالها حتى اللي بغا فيها العبار ديال 3 على 2، هذيك الدوري راه كاين فيها 3 على 2 وكاين فيها 2 ونص على 3. كاين هذا اللون هذا، شفتوا هاد لاطابي كبيرة فيها 1.60 على 2.30 والثمن ديالها كلها كتبقى ب 1150 درهم. كاين هاد الطابي هادي اللي عنده سيجور 1.30، كاين هاد الديزاين هذا 1.30 غتبقى لكم غير 1050 درهم، الثمن ديال البروموسيون كيف ما كتشوفوا معايا باج والدوغي. كاين هاد الموديلات هادو الاخوان، هادو لا هوت جام يعني احسن ما كاين في الزربيه ديال تركيا. ملي كنقولوا الهوت جام يعني كنهضروا على الكاليتي، الشعره ديال البامبو، لي بيسوغ ديال الزربيه، الظهر ديالها باش مخدومه، يعني شي حاجه اللي مزيانه. هادي فيها 1.60 على 2.30، هادي الثمن ديالها الاخوان كانت كتبقى ب 1950 درهم، دابا حاليا كلها 1.60 على 2.30 غتبقى لكم الثمن ديالها ب 1500 درهم، يعني ناقصه في 450 درهم. دونك هادو لا هوت كام. كاين هاد في المويان كام باش دوغي كيف ما غتشوفوا معايا، يعني لا تيكستور طابي فيها جميع القياسات. اللي بغا شي قياس 6 متر يعني طابي راه فيها كاع القياسات. و 3 دي اللي بغا شي قياس مرحبا به. بالنسبه لثمن المتر كاري غنبقى لكم غير ب 270 درهم. دونك لا كاليتي و طابي راه البيسيور ديالها شارجي كيف ما تشوفوا معايا و شن لو نون ديالها. فمرحبا بالجميع. والاوريجينال تركيا نعاود نرجعو تاني لهاد الموديل هذا، تا هو مع الهوت كام 1.60 على 2.30، الثمن ديالها كتبقى بروموسيون تاهي ب 1500 درهم. هاد اللون هذا دونك هاد الديزاينات ديال الهوت كام كيبقاو ب 1500 درهم عوض الثمن الاول ديالهم، ديجا راه بروموسيونيل والكاليتي ديالهم بشكل اخر. فمرحبا بالجميع. كاين هاد الديزاين عاوتاني كيف ما وريتكم في الاول، هذا اللون في اللون يعني كيجي بالباج والباج توب، تا هو فيه جميع القياسات 6 متر في الطول و 3 في العرض. اللي بغا شي قياس مرحبا به. بالنسبه للمتر كاري 270 درهم لا بروموسيون للجميع. فمرحبا بكم. كاين عاوتاني هاد الزواقه هادي حتى هي في الهوت كام 1.60 على 2.30، كاينه فيهم عاوتاني هاد الزواقه هادي حتى هي في العبار ديال 1.60 على 2.30 1500 درهم. اللي بغا شي عبار اكثر من هذا راه كاينين فيهم القياسات. بالنسبه لثمن المتر كاري ديالهم كيديروا 450 درهم، يعني المتر كاري ديالهم 450 درهم. وبالنسبه للعرض يعني الناس اللي كيبغيو 4 متر في العرض فراه متوفر في هاد لي طابي في لاهوت كام، يعني لاهوت كام كتكون طابي في العرض ديالها حتى 4 متر. بالنسبه للديزاينات هادو كيكونوا حتى 3 متر. فمرحبا بالجميع. 1.30 كامله ب 1050 درهم كيف ما كتشوفوا معايا، يعني 3 دي
والارقام مزيانه. كنحاولوا نوريكم الموديلات اللي كيكونوا شويه موين كام او الهوت كام او يعني كل موديل والثمن ديالو. هادي عاوتاني في الموديلات ديال الهوت كام فيها 1.60 على 2.30، اللي بغى فيها شي قياس كبير راه موجود، الثمن متر كاري ديالهم كيدير 450 درهم، هادو في 1.60 2.30 دير لهم بروموسيون ب 1500 درهم. بالنسبه للكاليتي ديال لي طابي فراه كاليتي راه كدوي على راسها، دونك طابي صبن وعاود، ولو تخو ديال الطابي العقده ديالها كتكون صغيره يعني ما كتنزلش الغبره، كتكون اونتي تاش ضد الحساسيه، ف 1.60 2.30 في هذا الموديل هذا تبقى لكم حتى هي ب 1050 درهم يعني الثمن ديال البروموسيون، فمرحبا بالجميع. نوريكم هذا الخير هذا عاوتاني، هذه زربية سبيسيال، شي حاجه اللي اكثر من روعه كيف كنقول، العبار ديالها 1.5 متر على 2.20. هاد الزربيه هادي راه ما فيهاش السبيب نهائيا، هو الزربيه كيف ما بغيتي يعني تقدر تجمعها تبارك الله، يعني زربيه ما شاء الله روعه. هاد الزواقه دايره، الا شفتي الخدمه ديال الزربيه من الظهر ديالها كيدير، ما فيهش السبيب نهائيا. بالنسبه للثمن ديالها الاخوان شحال كتبقى خويا مراد هذه البروموسيون دابا حاليا؟ في لا بروموسيون غتبقى لكم ب 2000 درهم يعني الثمن ديال الهاوته راه كانوا ب 2700 درهم يعني الثمن يعني ديالها في البروموسيون، مي حاليا 2000 درهم 1.50 على 2.20. كاين هذا الموديل هذا راه في القياسات، اللي بغى شي قياس مرحبا به، يعني كيجي في البينك والباج والدوغي، فمرحبا بالجميع. بالنسبه للطابي راه كدير 1050 درهم في 1.60 2.30، وبالنسبه للقياسات راه فيه اللي بغى البيت النعاس اللي بغى شي صالون وكايا، فمرحبا بالجميع. كاين هذه اخر قياسه في لاغوت كام فيها 1.5 متر على 2.20، كيبقى الثمن ديالها ب 1500 درهم. بالنسبه اللي بغى فيها شي عبار كبير راه موجودين القياسات كاملين الاخوان، اي عبار بغيتو راه موجود فيها. كاين هاد الموديل هذا اللي فيه هاد اللوينات، الناس اللي كيسولوا على البرونه، فكاين هاد الديزاين كيجي رائع حتى هو، في القياسات اللي بغى شي قياس مرحبا به. بالنسبه للطابي راه البري ديال 1.30 1050 درهم، بالنسبه للمتر كاري فيها 270 درهم، اللي بغى شي قياس مرحبا به راه موجود عندنا القياسات. كاين هاد الموديل هذا عاوتاني، هذا فيه العبار ديال 1.40 على 2، قياسها 1.40 على 2 متر. هاد الزواقه هادي كتبقى بروموسيون كلها ب 700 درهم، الانسان كيف قلنا الاخوان كيبقى 40 درهم. كاين هاد الموديل هذا فيه القياسات ديال 3 على 2، فيه 1.60 فيه 1.40 على 2، فيه 2.5 3.5، دونك كاع القياسات راه موجودون فيه، كيبغى شي قياس مرحبا فيه باج ودوغي. بالنسبة للبخي ديال لو متر 280 درهم، اللي بغى شي حاجة مرحبا به. كاين هاد الموديل هذا الاخوان عاوتاني، هادي العبار ديالها 1.5 متر على 3، لوينات فيه تبارك الله وين صراحه رائعين كيف قال خويا مراد، هذه راه 1.5 متر على 3 اخوان، تبقى لكم هذه البياسه هذه بروموسيون غير 800 درهم، 1.5 متر على 3 800 درهم. اللي بغى هذا الموديل هذا في قياسات كبار راه كنبيعو المتر كاري كيدير 270 270 درهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هو في القياسات، بالنسبه للطابي 1.80 2.5 كامله تبقى لكم 1100 درهم، كيف ما كتشوفوا معايا يعني الباج والدوغي والطوب اللي كيجي بحال الماغون في الغوفلي ديالو، دونك الديزاين والطابي ولا تكستور ديالها رائعه، اللي بغى شي قياس مرحبا به. كاينه هاد الزربيه هادي فيها 1.60 متر على 2.30، كنقولوا زربيه ماشي موكيت، موكيت بوحدو والزربيه بوحدها، هادي فيها 1.60 متر على 2.30، غير باش تفرقوا بين الموكيت والزربيه، ها البلينتا اللي كتكون في الجناب، هادشي كي ديال الزربيه، موكيت راه كيتقطع كيكون غير ولو وكيتقطع وما يكونش في هاد لي بيسو هادي. بالنسبه للثمن ديال هذه كامله غتبقى لكم برومونسو غير ب 800 درهم، 1.60 على 2.40، 1.60 2.40. الناس اللي كيسولونا على الكولوارات فمرحبا بكم، بالنسبه للكولوارات راه متوفرين عند اخ طابي، اللي بغى شي كولوار في يعني اي تكستور ديال طابي واي ديزاين راه نصاوبوه ليه، مرحبا بالجميع. وكاينين في لونتيطاج
يعني لي كولوار راه موجودين، اللي بغى شي كولوار مرحبا به في اي قياس. يعني حتى في لاهوت كام كاين من مترو 80 سنتيم اللي بغى اي قياس، كل كولوار والبخي ديالو. دونك اللي بغى شي طابي بالكولوار ديالها مرحبا به، واللي بغى الكولوار بوحدو حتى هو مرحبا به. في القياسات ديال الكولوارات راه موجودين في كاع لي تيكستور كيف ما غتشوفوا معايا. يعني تبارك الله ديزاينات، يعني هاد لوبسيون تلقاو عند اخ طابي. بغيت شي كولوار مرحبا بك، شوف الموديل اللي عجبك وانا نصوبلك فيه كولوار ابار لي زونتيطاج. هاد الموديل هذا حتى هو راه فيه العبارات كبار الاخوان، والثمن ديالو دابا بروموسيون 250 درهم زربيه، فيه العبارات كاملين حتى هي الاخوان. يكون هذا هو اخر موديل تقريبا اللي غنصوروا لكم. بالنسبه لنا ديال المحل، حنا راه كنتواجدوا في الولفه حدا المارشي والتيران ملعب الولفه. ارقام التليفون كاينه 07 07 29 49 49، 06 11 98 63 51. مرحبا بالجميع. بالنسبه لنا تراكم عرفتوا، واللي بغى شي حاجه ياخذ سكرين ديال طابي اللي عجباتو بارطاجي لنا في واتساب، ومرحبا بكم.